طيب نروح ل ووتر بول الاهلي. ووتر بول الاهلي النهارده او السنه دي عامل موسم اكتر من رائع، ثلاثيه وكما جرت العاده الاهلي دايما حقيقه ومسؤولين النادي الاهلي برئاسه كابتن خطيب بيكون عندهم الحرص على الاجتماع وعلى التكريم بابطال اللعبات الرياضيه طبعا مع الساده اعضاء مجلس الاداره مع كابتن وائل عزت. وليد عزت ده صديق طفوله ويعني واحد من نجوم كره الميه في عصره، هو وائل طبعا كابتن وائل عزت، اثنين يعني على مستوى عالي جدا من الخلق، والحقيقه يعني اتمنى لهم كل التوفيق في مشوارهم. كابتن خطيب كان حريص على الاجتماع بالجهاز الطبي والجهاز الاداري ولاعيبه النادي الاهلي اللي حققوا الثلاثيه الموسم ده، بطوله الدوري، بطوله الكاس، وبطوله الكاس الشاطئيه. وكابتن خطيب طبعا دي جزء من اجتماع مجلس الاداره مع فريق الووتر بولو ابطال النادي الاهلي. وكابتن خطيب الحقيقه كان ليه كلمه هنتابع مع حضراتكم جزء منها. السنه اللي فاتت كنا عملنا احتفال مجمع كده، لقينا فيه ان احنا لا حابين نقعد مع فريق نشوفكم وتشوفونا ونكون على تواصل مع بعض. فعشان كده غيرنا السيستم شويه السنه دي، ان احنا كل فريق حقق حاجه محترمه وحاجه كويسه لازم نكون نلتقي بيهم. يعني طبعا انتوا منظومه او احدى منظومات النادي الاهلي. النادي الاهلي دايما كوادر وافراد ومجموعات بتسلم بعض. مين اللي بيسلم بعض ومين اللي بينجح في المشوار ده؟ الناس اللي عندها اسس معينه وقيم ومبادئ اتربينا عليها. اللي هيحافظ على ده هيبقى واحد من المنظومه. اللي ما بيحافظش على ده اكيد بيبقى خارج المنظومه. شيء طبعا بيسعدنا ان احنا بقالنا فتره طويله بالنسبه للوتر بولو، وده بيرجع لجهاز العاب الماء وجهاز اللعبه نفسه، ان احنا بعد سنوات طويله نحقق حاجات كويسه. اتأخرنا ليه السنين اللي فاتوا؟ موضوع أكيد اتبحث وحطوا أسباب احنا ليه ما كسبناش السنوات اللي فاتت دي، وحطوا العناصر وحطوا الإمكانيات اللي ممكن تساعد حضراتكم أو الجيل ده إنه يحقق حاجة. بس الجيل ده لما بيحقق حاجة، لو جيل أو عناصر ما يعرفوش قيمة النادي الأهلي هيكتفوا باللي حققوه. يعني هنقول لا ده انا خلاص كسبت السنه اللي فاتت وكسبت السنه دي، يبقى انا خلاص انا كده حققت ده اقصى حاجه. اللي وصل لي ان هو داخل دماغكم او داخل قلوبكم ان انا كده اكتفيت، يبقى انت انتهيت. لازم تبقى الامور دي عندكم مهمه جدا. النادي الاهلي ما بيكتفيش. النادي الاهلي اذا كان حقق كاس لازم يبص، مجرد ما رفع الكاس ده ونزله بيبص للكاس اللي بعديه. هو ده طبيعة النادي الأهلي، وده اللي احنا اتعلمناه من يعني كل من سبقونا في إدارة العمل وفي حتى في اللاعبين، إن احنا بنتعلم منهم إزاي. أصبح عندكم دلوقتي أنتوا الجيل اللي بعد سنوات طويلة حقق حاجة كويسة. أصبحت المسؤولية مسؤولية مضاعفة. المسؤولية الأولى إزاي تحافظ على ده؟ وإزاي تضيف؟ وازاي اللي جاي يبقى افضل؟ فده بالنسبه لكم بقت مسؤوليه كبيره. الكوز دي مع احترامي الكامل هي خلاص اتاخدت واترفعت وحسيتوا بيها والناس قالت لكم مبروك. طيب اللي جاي ايه؟ اللي جاي هتكتفوا بده؟ ولا اللي جاي هتكون عندكم من الاصرار ومن العزيمه ومن الروح ومن القلب ومن التدريب ومن العطاء ومن الالتزام ومن التركيز انك انتوا تحققوا السنه اللي فاتت ما تقلوش عن ده. اتمنى يكون كل الغرفه دي بقى كده على قلب رجل واحد، ازاي نحط قدامنا كده عناصر نجاح وتحقيق بطوله ما نتنزلش عنها، ما نسيبهاش يعني، او ما نكسلش. اتمنى ده وبالتوفيق باذن الله في اللي جاي. طبعا دي ده جزء من كلمه كابتن خطيب. لو تجولي بس في الكادر، انا بدايه طبعا عايز اشكر كابتن خالد العوضي طبعا مدير نشاط رياضي، لانه الحقيقه يعني في كتيبه جنود مجهوله. احنا كل يوم في النادي الاهلي او كل يوم على شاشه النادي الاهلي بنحتفل بلقب وبنحتفل ببطوله، ده مش ممكن يعني يوصل. وده مش طبعا نتيجه الابطال او الفرق الرياضيه فقط، لكن وراهم كتيبه
مش عايز اقول جنود مجهولين، لكن الحقيقه النشاط الرياضي في الاهلي بشكل خاص اعتقد انه خليه نحل لا تهدأ. ممكن نجيب لقطه ثانيه من الكادر كابتن محمود الخطيب وكابتن حسام غالي. عبال بس ما تجهز الكلام اللي قاله كابتن خطيب ده بالنسبه لي يعني انا الحقيقه يعني خليني اشترك معاكم في لحظه كده. انا وقفت مع الخطيب وحسام غالي، انا بالنسبه لي الاثنين دول كلاعيبه كوره، سيبك من المناصب وسيبك من المسؤوليات وسيبك من الانجازات، لكن الخطيب وحسام غالي من اهم اثنين لعيبه شفتهم على يعني على مدار حياتي. يعني لما اجي احط اهم 11 لاعب مصري رايتهم عيني مفيش خلاف كده. ممكن بعض الاسماء اقول احط ده ولا ده، يعني ممكن اختلف على مثلا اقول لك مثلا يعني احط حسام حسن. هو حسام حسن اسطوره بصراحه، بس عماد متعب برضو الحقيقه لا يقل، يعني فاهم الحته دي. احط مثلا طاهر ابو زيد، ولا طاهر ابو زيد برضو اسطوره بصراحه ما اقدرش، يعني انا بشوف من افضل مارادونا النيل مارادونا النيل، يعني مع حسام غالي مع وائل جمعه، مع بحب العب لعبه تشكيل الكوكتيل ده. حسام غالي بالنسبه لي افضل لعيب خط نص شفته في حياتي في مصر، مع الاسطوره طبعا كابتن محمود الخطيب اللي ما شافتش ولا اعتقد ان انا هشوف الحقيقه لاعب، يعني وده مش كلامي على فكره، ده كلام كل الناس الزملكاويه قبل الاهلاويه، كل الناس في مصر بتتفق انه محمود الخطيب هو اسطوره الكره المصريه بلا منازع. على كل الاحوال خليني اخدكم بس لجزء من كلام كابتن الخطيب. فكره انه اللعيب في النادي الاهلي في اي رياضه كانت انك انت تحط في دماغه تزرع من هو صغير انه البطوله فقط ولا غير، دي فكره شاقه جدا. فكره انه اللعيب في النادي الاهلي يبقى شغال زي الماكينه، يعني النهارده بيحقق لقب بعد مشوار صعب جدا، تعب وتدريب وحرمان من حاجات كتيره جدا، حرمان من البيت ومن الاهل ومن الاسره، حرمان من الخروج والسفر والاصحاب، ديديكيشن او يعني التزام كامل، التزام كامل بالمهمه اللي هو محطوط فيها على مدار موسم كامل، وبعد ما يحقق النتيجه اللي انت اللي هو بيسعى لتحقيقها فتقول له شكرا جزيلا جدا، اللي بعده انسى بقى ده او حط ده شيء صعب جدا انه ده ينطبق على كل الرياضات، كل الفرق، رجال وسيدات، كبار وناشئين في النادي الاهلي، انه يتحول ده لمنظومه عمل تلقائيه تتكرر وتتورث من جيل لجيل، ده شيء الحقيقه صعب جدا. وده واحد من اهم اسرار نجاح وتفوق النادي الاهلي، مش في رياضه كره القدم فقط ولكن في كل الرياضات. على كل الاحوال خلينا نستقبل الكابتن الكبير كابتن محمد حشيش، عندنا مباراه مهمه جدا جدا بكره مع غينيا بيساو، نسمع رايه في اداء المنتخب الوطني سواء الاول او حتى الاولمبي مع مستر ميكالي، توقعاته اليورو 2024 ونظرته طبعا لبدايه مشوار الاهلي او استعاده مشوار الاهلي لبطوله الدوري مره ثانيه. كل ده في السادسه لكن بعد الفاصل.